السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لي أخونا أبو منهل أنه في حر، قلت له ليس كحر الرمال مسجد النبي عليه السلام أيام الصحابة. يروي لنا أنس أظن رضي الله عنه شكونا، أو خباب يعني أحد الصحابة، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يعني نحط شيء على جبهنا، فلم يشكنا، لم يقبل شكواهم، قالوا نسجدوا على الأرض. فهلا قد ما كان الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف وعفى الله عنه، آمين يا رب. المبحث الثالث الإجماع. المطلب الأول تعريف الإجماع وحجيته. نعم، تعريفه، قال الإجماع في اللغة العزم، أجمع بمعنى عزم، يقال أجمع الأمر إذا عزم عليه، ويقال أجمع أمرك ولا تدعه منتشرا، أمورك أعمالك اجمعها خليها هكذا موزعة منتشرة. ومنه قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني هنا إيش في تقدير، فأجمعوا أمركم اعزموا واجمعوا شركاءكم، أي اعزموا على أمر تفعلونه به واجمعوا شركاءكم، أي يدعوا أصنامكم التي زعمتم أنها آلهة لتعينكم على ما زعم ما عزمتم عليه، إذا كانت تملك ضرا أو نفعا فلتنفعكم اجمعوها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم، يعني من المعنى اللغوي للإجماع، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام يعني إيش؟ لم يعزم، أي ينويه ويعزم عليه. نعم، الله كأن هذه ينويه ينبغي أن نكتبها ينويه، إذا كنا نفسر لم يجمع مجزوم فينبغي أن نجزمها، نقول أي ينويه ويعزم عليه، نحذف الياء، معلش يسامحونا شوي، إلا إذا أردنا كلاما مستأنفا يعني معناه ينويه يمشي حاله بيمشي حاله. والإجماع أيضا يعني في اللغة الاتفاق، وجعل الأمر جميعا بعد تفرقه. نعم، كنا مختلفين في الرأي كذا ما هي فنجمع، واجتمع ضد تفرق، اجتمع القوم ضد تفرقوا، فإذا من حيث المعنى اللغوي يعني العزم كما يعني الاتفاق. ودائما المعنى الاصطلاحي الشرعي مرتبط بالمعنى اللغوي. نعم، قال وفي اصطلاح الأصوليين هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين. طبعا لما قلنا اتفاق علماء العصر من أمة محمد معنى ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياته لا يكون شيء اسمه إجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من ينبغي أن يؤخذ رأيه في القضية، فإذا أعطى رأيه وقال في القضية صارت سنة ولم تبقى إجماعا. والمراد بالعلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، اتفاق علماء العصر. مين ما صف الصواني قال أنا حلواني؟ لا، ما بيمشي الحال، حفظتوا المثل، يعني أي واحد يدعي العلم ويدعي الاستنباط الأحكام ويدعي فهم الحكم من الكتاب والسنة يسلم له بذلك، لابد أن يكون عنده نعم من الأهلية ما يؤهله للاجتهاد. وهناك سيأتي معنا في بحث الاجتهاد ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المكلف حتى يكون أهلا لاستنباط الأحكام من الكتاب أو السنة أو غيرهما من مصادر التشريع.
إذا المراد بالعلماء قال الذين بلغوا رتبة الاجتهاد أي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، ولا بد من أن يحصل الاتفاق من جميعهم. قال اتفاق علماء العصر، كلمة علماء جمع أضيف، جمع أضيف، ومن ألفاظ العموم كما سيأتي معنا في بحث العام، من ألفاظ العموم الجمع المضاف، الجمع المضاف، مثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، كل الأولاد، أولادكم جمع وأضيف للضمير. هنا قال اتفاق علماء العصر، فإذا لابد من أن يتفق الجميع، فلو أن واحدا من أهل الاجتهاد خالف لا يعتبر إجماعا. قول أكثرية أمر آخر، لكن إيش؟ ليس بإجماع. وإذا قلنا ليس بإجماع يعني يمكن مخالفته، يمكن مخالفته. نعم. والمراد بالعصر الزمن الذي حدثت فيه الحادثة والواقعة التي يحتاج إلى معرفة حكمها في الشرع. ليس المراد العصر يعني قرن من الزمان أو 10 سنين أو ما إلى ذلك. الآن حدثت حادثة، هناك قضية يتعامل بها الناس، أو مثلا حدثت الناس في حاجة لأن يعرفوا حكمها. فالعلماء الموجودون عند حدوث الحادثة وهم أهل للاجتهاد، فهؤلاء العلماء هم المقصودون بعلماء العصر، فإذا اجتمعوا واتفقت كلمتهم على حكم شرعي كان لهذه الحادثة كان إجماعا ولا تجوز مخالفته. نعم. وليس فيها نص من قرآن أو سنة، طبعا الحادثة إيش التي طرأت ليس فيها نص من القرآن يبين حكمها ولا نص من السنة يبين حكمها، فماذا نفعل؟ يجتمع العلماء يبحثون فيها بناء على ما عرفوه من الكتاب والسنة، يقررون لها حكما، وعندها لا يجوز لأحد أن يخالفه. حتى المجمعون أنفسهم ليس لواحد منهم بعد أن حصل الاتفاق أن يرجع عن رأيه، ليس له أن يرجع عن رأيه. لماذا؟ لأنهم حين اتفقوا حصل الإجماع، وانطبق على هؤلاء أنهم لم يجتمعوا على ضلالة كما سيأتي. فإذا قال بعد ذلك والله غيرت رأيي، نقول له لا، نحن اتفقنا واتفاقنا دل على أن هذا هو الصواب، فأنت الآن تخالف، وأنت الآن خارج عن الإجماع. نعم. والمراد بالأمر من أمور الدين، على أمر من أمور الدين أي حكم شرعي من وجوب أو حرمة أو غيرهما، يعني أمور الدين ما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة والحج والطهارة، البيع والشراء والتجارة أو بطاقة الائتمان والبنوك وكل هذه الأمور، ما هذه ما تعتبر حلال ولا حرام؟ هذا من أمور الدين أم لا؟ من أمور الدين، ليس هناك تصرف يتصرفه المسلم في حياته إلا وله حكم من شرع الله، في شرع الله سبحانه وتعالى، وكله من الدين، وكله من الدين. كما قلنا للناس اليوم، لأنه كنا يعني المقدم قدم وقال إيش أشراف أمة العلماء، والناس موتى والعلماء أحياء، والحساد كثر، لكن لسه بيمدحوا بها العلماء. فلذلك لما تكلمت قلت ليس المراد بالعلماء المتخصصين بعلوم الشريعة، وإنما المراد كل علم ينتفع به، كل علم ينتفع به المسلمون. واجب أم ليس بواجب؟ العلماء يقولون يجب على الأمة أن يوجد فيها من يحسن الحدادة، ويجب على الأمة أن يوجد فيها من يحسن النجارة، وهذا فرض كفاية، فرض كفاية. لكن طبعا الدرجات تختلف، مع ملاحظة أنه في فروض عين، يعني ضربي على الحافر وضربي على النافر، تفهموا علي؟ هذا كلام أهل الشام، يعني أنت تنقد من جهة ويعني تواسي من جهة، تمدح من جهة وتنقد من جهة حتى يكون كلامك مقبولا. طبعا بعد ذلك قلنا الطبيب يجب أن يكون عنده فقه، وحكينا جاي لعنده مريضة، إيه طيب اكشفي، طيب لماذا تكشف، لماذا تكشف؟
تريد أن يعني تكتشف عنها ما هي علتها، ما هي علتها، علتها والله إيش بسنها، إلى إذا كانت هي مغطي وجهها هي متنقبة تكشف لك هيك عن تمها وبس، شوفي عن وجهك لماذا، لماذا ليس لك أن ترى إلا بقدر الحاجة. وإذا كان يمكن أن تضع هذه السماعة تبع الطبيب من أجل أن تعرف دقات القلب، إذا كان يمكن أن تعرف دقات القلب من فوق ثوب الرقيق فليس لك أن تقول لها اكشفي عن لحمك. نعم، وأنا سألت عددا من الأطباء الأتقياء الصالحين المتخصصين والناجحين في اختصاصهم وقالوا لي يكفي ذلك، وقالوا لي يكفي ذلك. وعرجنا على المهندس وعرجنا يعني على كل واحد في عليه أمور ينبغي أن يعرفها من الشرع، فإذا عرف ما وجب عليه في الشرع في اختصاصه وأتقن اختصاصه وقدم للأمة خدمتان، هو من العلماء أم لا؟ من العلماء. ويؤجر على هذا أم لا؟ يؤجر رغم أخذه للأجر، لكن يلطف الأجر شوي ويراعي الفقراء والمساكين. تفضل. أيوة، العلماء الذين يعتد بقولهم، العلماء خلية قضية يعني مبهمة عامة، العلماء الذين يعتد بقولهم ليسوا بأصحاب بدعة، ليسوا بأصحاب بدعة. السؤال الثاني. طيب إيه؟ الإجماع سيأتي مع طول بالك، أنت طالب علم طول بالك سوف يأتي معنا هذا كله إن شاء الله تعالى. إذن حكم شرعي من وجوب أو حرمة أو غيرهما، المهم أردت أن أبين بأن الحكم الشرعي لا يعني فقط ما يتعلق بالعبادة أو العقيدة أو ما إلى ذلك، بل ما يتعلق في الحياة لحادثة أو تصرف طرأ واستجد وله علاقة بالدين من حيث المشروعية وعدمها. نعم، في أمور ليس لها علاقة بالدين. نعم، بيجوز ناكل بالشوكة ولا ما بيجوز؟ بيجوز. بيجوز ناكل بالملعقة ولا ما بيجوز؟ هذه ليس لها علاقة بالدين، لكن بيجوز ناكل ضفادع، بيجوز ناكل سلاطعين، بيجوز ناكل أفاعي، بيجوز ناكل لحم خنزير، يعني هنا يعني لها علاقة في الدين يبحث في هذا. ومثال ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع العلماء على أن العلة في الولاية على مال القاصرة هي الصغر، امرأة بنت قاصرة أو حتى الصبي القاصر، يعني الذي لم يبلغ له مال، قد يكون يتيما له مال، قد يكون غير يتيم وله مال وهبه مثلا أقرباءه شيئا من المال وأبوه موجود. نعم، فمن الذي يتصرف بهذا المال؟ وليه، وليه، والأب والجد لهما ولاية نفس وولاية مال، ولاية نفس وولاية مال. نعم، ما هي العلة؟ يعني لماذا نقول والله وليه هو الذي يتصرف بماله؟ ما هي العلة؟ قالوا الصغر، قالوا إيش؟ الصغر. ولذلك إذا بلغ راشدا وجب أن يدفع له ماله كما بين القرآن، حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح يعني إيش؟ صاروا بالغين، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقد يكون الإجماع، انتبه هنا أخانا الكريم، نعم، وقد يكون الإجماع على فهم نص ثابت في الكتاب أو السنة، في نص ثابت في الكتاب أو السنة، لكن هذا النص ليس صريحا، ليس صريحا، فيمكن أن يكون الإجماع على فهم هذا النص. نعم، كإجماعهم على أن المحرم من الربا بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا القليل منه والكثير، أنه في عندنا آية أخرى ماذا تقول؟ نعم، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. يأتي بعض إيش؟ خطباء السلطان كما يسمون، علماء السلطان، علماء يعني السلطة في بعض البلدان، فيتلمسون فتاوى ترضي أسيادهم، نعم، يتمسكون ببعض إيش
ظواهر الآيات أو ظواهر النصوص. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، العلماء مجمعون، من يعتد بقولهم من العلماء مجمعون على أن هذا القيد لا مفهوم له، لا مفهوم له. إيش معنى لا مفهوم له؟ سيأتي معنى مفهوم المخالفة، يعني لا يعني أن الربا القليل يجوز، وإنما الآية تقرر واقعا كان عليه الناس، لأن كان الإنسان يستدين المال فيأتي الأجل لا يملك أن يدفع المال، فيقول له الدائن أزيدك في الأجل وتزيدني في الثمن، بيكون أقرضوا 100 بعد سنة سنتين بيصيروا 200 بيصيروا إيش 300. فإذا هذا القيد بيان لواقع الحال وبيان للمآل، بيان للمآل، الذي يأكل الربا القليل يؤول أمره إلى أن يأكل الربا الكثير. نعم. أما إيش الإجماع على أن القليل لأن هنا وحرم الربا لفظ عام، وحرم الربا لفظ عام، يتناول القليل والكثير، فهل يدخل فيه القليل أم يخرج بالآية الأخرى؟ أجمعوا على أن المحرم القليل والكثير. نعم. حجية الإجماع، أجيب أخانا على سؤاله، قد لا يأتي لأن هذا يعني الكتاب كما ترون هو موجز بعض الشيء، أنه أحيانا يكون الحكم إيش في هناك حديث، وهذا الحديث قد يكون صريحا في حكم هذه القضية، فنجد الفقهاء يقولون دل على ذلك السنة والإجماع، فيأتون بالحديث الصريح في الحكم ثم يقولون الإجماع، فما هي فائدة الإجماع؟ نعم، الحديث حديث الآحاد يفيدنا ماذا؟ يفيدنا الظن. فحين يحصل الإجماع على مضمون هذا الحديث، معنى ذلك أصبحت دلالة الحديث قطعية. تبعت معي؟ إذن هذه هي الفائدة. بل أقول قد تكون دلالة النص من قرآن أو سنة قطعية، هو ثابت على سبيل القطع قرآن مثلا أو حديث متواتر، نعم، ودلالته قطعية، ومع ذلك نجد العلماء الفقهاء يقولون دل على هذا الحكم الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، أحيانا يقولون أو يقولون القياس. طيب ما الفائدة طالما القرآن صريح أو السنة صريحة؟ نعم، فائدة ذلك أن أمرا من الأمور لديك عليه حجة، هل هو مثل الأمر الآخر الذي لديك عليه 3 حجج أو 4 حجج؟ أيهما أقوى؟ فيقولون هذا من باب توارد الأدلة، توارد الأدلة، فهذا القضية يكفي فيها نص في القرآن، زيادة على ذلك هناك نص من السنة، زيادة على ذلك حصل الإجماع على هذا، زيادة على ذلك القياس والمعقول يؤيد هذا الحكم، إذن صار هذا الحكم إيش من القوة بمكان. هذه فائدة إيش إيراد الأدلة، نعم، المتعددة لأمر من الأمور. الآن حجية الإجماع، يعني ما هي الأدلة التي تثبت لنا أن الإجماع حجة وأنبغي أن نرجع إليه، وما ثبت بالإجماع يجب العمل به. قال إذا ثبت إجماع العلماء على حكم شرعي وجب العمل بمقتضاه، ولم تجز لأحد مخالفته، حتى أصحاب الآراء الذين أجمعوا على الحكم، كما قلت قبل قليل ليس لأحد منهم أن يرجع عن رأيه بعد أن حصل الاتفاق. لماذا قلت؟ لأنه حين حصل الاتفاق تحقق مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا رجع بعد ذلك قال لا أنا غيرت رأيي، قل يعني لما أجمعتم كنتم على ضلال، اتفقتم على ضلالة، لأنه إذا قال لا أنا غيرت رأيي كأنه يقول اتفاقنا السابق كان على ضلالة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم، أبدا، متى ما ثبت الإجماع الإجماع لا ينسخ بالإجماع، إلا سيأتي معنا إذا كان معتمد هذا الإجماع، مستند هذا الإجماع مصلحة، وهذه المصلحة قد تغيرت،
قد تغيرت. إذا كان مستند الإجماع غير ذلك لا ينسخ الإجماع ولا يغير. وقد دل على حجيته الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الاستدلال بالآية أن الله سبحانه وتعالى توعد من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم، أي يخالف ما ثبت عنه، يخالف ما ثبت عن الرسول، وقرن بالوعيد، توعده وقرن بالوعيد بينه وبين من يتبع غير سبيل المؤمنين. تبعت معي؟ يعني قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن ذكر صنفين من الناس، الصنف الأول يشاقق الرسول، والصنف الثاني يتبع غير سبيل المؤمنين. هذان الصنفان في جهنم. فإذا كانت اتباع سبيل غير المؤمنين يدخل النار، إذن اتباع سبيلهم ماذا يعتبر؟ واجبا. إذا كان اتباع غير سبيلهم يدخل النار، إذن هو حرام، إذن صار اتباع سبيلهم واجبا. نعم. قال: وقرن بالوعيد بينه وبين من يتبع غير سبيل المؤمنين، فتوعد الكل بالنار وسوء المصير. ومثل هذا الوعيد عنوان التحريم، إذن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام. وإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين فقد وجب اتباع سبيلهم، وسبيلهم إنما هو ما سلكوه من قول أو فعل أو فتوى، ليس المراد بسبيل المؤمنين الشارع العام ولا الطريق المادي، إنما المراد إيش؟ ما سلكوه من قول أو فعل أو فتوى. والمؤمنون يتمثلون بعلمائهم ومجتهديهم. بدنا نجيب كل المؤمنين حتى نأخذ رأيهم في هذا الأمر، وفي منهم لا في العير ولا في النفير، لا، فالمراد من؟ العلماء. فما اتفقوا عليه فهو الحق الذي لا تجوز مخالفته. إذن هذا الدليل الأول. وأكد هذا الوجوب أمره تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر؟ قال: وأولو الأمر هم العلماء والحكام. العلماء والحكام، العلماء أولو الأمر الديني، يعني هم الذين يبينون الحكم الشرعي، والحكام أولو الأمر الدنيوي، يعني هم الذين يقومون بتنفيذ الأحكام التي قررها العلماء، مع ملاحظة أن الأصل في الحكام أن يكونوا ماذا؟ مجتهدين، وهم من جملة المجتهدين الذين ينبغي أن يدلوا برأيهم في القضية. فكما تجب طاعة الحكام فيما أمروا به من أمور الدنيا في غير معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تجب طاعة العلماء فيما اتفقوا عليه من أمر الدين. وذلك قرين طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن يجب إطاعة الإجماع أم لا؟ تجب إطاعة الإجماع. وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب، قال أئمة اللغة والمفسرون: الوسط الخيار. الوسط الخيار، يعني الوسط هو القمة. الوسط هو القمة، لماذا؟ لأن طرفي الوسط إفراط أو تفريط، وكلاهما سوء. إذن بقي الوسط ما هو؟ هو القمة وهو الأساس. قال: الوسط الخيار، وسمي الخيار وسطا لتوسطه بين الإفراط والتفريط. ولا يحسن وصف الأمة بهذا المعنى إلا إذا كانت على الصواب. هل يمكن أن نقول والله أنتم وسط، أنتم شهداء على الأمم وهم ليسوا بخيار؟ لا، وليسوا على الصواب. يمكن؟ لا يمكن. والصواب يجب اتباعه. عندنا خطأ وصواب، نتبع الخطأ أو الصواب؟
يتبع الصواب. والأمة لا تكون وسطا إلا إذا كانت على صواب، لأن ما يقابله هو الخطأ ويجب اجتنابه، فدل على أن ما اتفقت عليه الأمة واجب الاتباع. والأمة بعلمائها كما علمنا. إذن هذا دليل آخر يؤكد أن هذه الأمة لا تجتمع على خطأ. وكذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طيب، ووجه الاستدلال بالآية، يعني نجيب آية، طيب كيف، ما الدليل، يعني كيف فهمنا أن هذه الآية دليل على هذا الحكم؟ هذا معنى قولنا وجه الاستدلال بالآية، أن الله تعالى وصفهم بذلك في سياق المدح. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هو يذمهم أم يمدحهم؟ يمدحهم سبحانه وتعالى، وذلك يدل أنهم على الصواب. كنتم خير أمة أخرجت للناس وهم على خطأ، هل يمكن أن يثني الله تعالى عليهم ويعتبرهم خير أمة أخرجت للناس وهم على خطأ؟ يستحيل ذلك، إذن هم على صواب، والصواب يجب اتباعه كما علمت. وكذلك وصفهم أنهم يأمرون بالمعروف، وكلمة المعروف جاءت معرفة بأل، يأمرون تأمرون بالمعروف، فهي للعموم، كما سيأتي معنا أيضا في بحث العام والخاص أن أل هذه تفيد إيش؟ العموم الاستغراقية. فدل على أن ما يأمرون به لا يخرج عنه معروف. تأمرون بالمعروف، هل هناك معروف في الحياة لا تأمر به هذه الأمة؟ أبدا أبدا. لماذا قال تأمرون بالمعروف؟ إذن كل ما تأمر به هذه الأمة فهو معروف. نعم، والحق من جملة المعروف، الحق الذي هو عند الله تعالى من جملة المعروف، فلا يخرج عما أمروا به. أتأمرون بالمعروف، ومن جملة المعروف الحق الذي هو في علم الله تعالى، وهذه الأمة طالما أنها تأمر بالمعروف إذن مقتضى ذلك أنها تأمر بالحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، وكذلك وصفهم أنهم ينهون عن المنكر، وكلمة المنكر أيضا معرفة بأل، وهي تفيد العموم، فيدخل فيها كل منكر، والخطأ منكر، والخطأ منكر. إذن هذه الأمة تنهى عن الخطأ، وإذا كانت تنهى عن الخطأ فهي تلتزم الصواب، فيستحيل أن يقع منهم وأن يتفقوا عليه. إذا كانت هذه الأمة تنهى عن المنكر والخطأ منكر، هل يمكن أن تتفق الأمة على منكر؟ هذه الأمة التي وصفها الله تعالى بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هل يمكن أن تتفق على المنكر؟ إذن حين اتفقوا على حكم، هذا الحكم ليس بمنكر، وبالتالي ليس بخطأ، وهو الصواب وهو الحق عند الله تعالى. وهم من شأنهم أن ينهوا عن، هل يمكن أن يتفقوا على الخطأ وهم من شأنهم أن يتفقوا على المنكر وهم من شأنهم أن ينهوا عن المنكر؟ يستحيل ذلك. وهناك آيات أخرى يذكرها الأصوليون في معرض الاستدلال لحجية الإجماع، تركت ذكرها كي لا أثقل على المبتدئين بدراسة هذا العلم، يعني عم بحكي عن حالي أنا، مو عنكم أنتم مبتدئين بدراسة هذا العلم. طيب، وأما السنة، الآن ننتقل إلى السنة لنأتي منها بأدلة تدل على حجية الإجماع. فما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد، يعني اختلاف في اللفظ، أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. طيب، إذن هنا إيش؟ إن الله لا يجمع أمتي أو أمة محمد نفس معنى أمتي على ضلالة، وقد اتفقت كلمة العلماء على هذا الحكم، هل يمكن أن يكون هذا الحكم ضلالا؟ إذن هذا تكذيب للخبر، تكذيب لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مرفوض. إذن كونهم اتفقوا على هذا الحكم
واجتمعوا على هذا الحكم فليس في هذا الحكم خطأ وليس فيه ضلالة، ومقابل الضلالة ما هو؟ الحق والصواب. نعم. قال: وما رواه الدارمي عن عمرو بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث: لا يعمهم بسنة، ولا يستأصلهم عدو، ولا يجمعهم على ضلالة. هذه بشائر من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعمهم بسنة، يأتي قحط في بلد، في بلد أخرى بيكون إيش؟ خصب. في عدة بلدان يكون هناك قحط وجدب، لكن في بلاد أخرى في خصب، ودائما والحمد لله الأرزاق كثيرة والمنتجات كثيرة، ما علينا إلا أن نشكر الله عز وجل. ولا يستأصلهم عدو، لذلك يعني هدول الجماعة يراجعوا حساباتهم ويفهموا أنه إيش يعني سوف لا يصلون إلى غرضهم من هذه الأمة، ولا يجمعهم على ضلالة. هل يمكن أن يتفق علماء الأمة الممثلون للأمة أن يتفقوا على ضلالة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ أن الله تعالى وعده أن لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. قال: وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. حصل اختلاف، نعم، فماذا عليكم أن تفعلوا؟ نعم، أن تجتمع كلمتكم وأن تنظروا إلى عامة المسلمين وعامة الأمة ماذا تفعل، فتأخذوا بقولها. قال: وقد جاء، تفضل. هذا الذي خالف هذا مبتدع. وإذا رأيتم اختلافا، إيش اختلاف؟ اختلاف في الحق وغيره، اختلاف في الحق وغيره. الأمة، علماء الأمة على استقامة وأتوا بأدلة وبينوا هذا، فجاء بعد ذلك من يخالفهم، جاء بعد ذلك من يخالفهم، هذا ينطبق عليه من شذ، شذ في النار. نعم. لأنه أول الحديث أخانا الكريم ماذا يقول؟ إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. فإذن بعدما اتفقت الأمة جاء من يخالفهم، ماذا يكون؟ هذا يكون على خطأ. وقد جاء هذا الحديث بألفاظ أخرى، منها: لا تجتمع أمتي على خطأ، ومنها: لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ، وفي رواية: لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلالة. إذن كل هذه الروايات تدل على أن هذه الأمة قد عصمها الله عز وجل من أن تتفق على خطأ. الأمة بمجموعها كما قلنا، وهي ممثلة بمن؟ بعلمائها المجتهدين. تفضل. نعم. أخونا يسأل إنه ما هو يعني كيف نوفق في مسألة الإمام أحمد، إيش إنه لما مشكلة فتنة خلق القرآن، من الذي قال بخلق القرآن؟ إذن هم لا يلتفت إليهم. نحن من أصل الكلام ماذا قلنا؟ قلنا: من يعتد بقوله، من يعتد بقوله من أهل العلم. أما أي واحد والله يعني قال قولا نلتفت إليه، لا. فإذا قول شاذ، هذا قول شاذ، والمعتزلة معروفون لهم أقوال شاذة كثيرا، ليس كذلك؟ لكن هل أحد من العلماء المعروفين من أئمة العلم، نعم، من أهل السنة والجماعة قال بخلق القرآن؟ لم يقل أحد بذلك. نعم، بعضهم ربما عمل تورية لحتى ينفذ حاله من العقاب، لكن إيش، الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقي يعني صامدا في هذا. وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا، عرفنا الحديث الموقوف والحديث المرفوع. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا شيئا وما رأوا سيئا، لازم هذه نقيم النقط الثلاثة، الله يصلحنا. طيب، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ،
إذن أيضا الحديث إن قلنا هو موقوف فيعني الحديث الموقوف الصحابي لا يقول مثل هذا القول اجتهادا من عندي نفسه، ومع ذلك الموقوف إذا جاء من طريق أخرى مرفوعا قوي هذا الحديث، وهو للاستئناس. وهو للاستئناس، إيش معنى للاستئناس؟ يعني عندنا أدلة كثيرة وأحاديث كثيرة، وهذا يعني يؤكد هذا المعنى. قال وهناك أحاديث أخرى تفيد هذا المعنى يذكرها علماء الأصول للاحتجاج بالسنة على حجية الإجماع، كما قلنا يعني مشان ما نثقل على إخواننا حتى ما يكتفوا بقراءة هذا الكتاب، بعد ما يخلصوا هذا الكتاب يقرأوا كتاب آخر يكون إيش أوسع ويعني أعمق بعض الشيء. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه الأحاديث وغيرها وبيان وجه الاستدلال به، نعم أو بها لازم تكون يمكن هي ما هيك، وبيان بعد ذكر هذه الأحاديث وغيرها وبيان وجه الاستدلال إذا إن بها أحسن معلش بتسامحونا، في كتابه روضة الناظر، إن شاء الله بنقرأ لكم إياه يعني بعد ما نخلص هذا الكتاب بيكون انتهى طباعة وتصحيحا ونقرأه لكم إن شاء الله تعالى. نعم، يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو كتاب روضة الناظر تقريبا هو اختصار للمستصفى للغزالي، روضة الناظر لابن قدامة المقدسي، وابن قدامة المقدسي حنبلي، وتقريبا كتابه هو اختصار لكتاب المستصفى للغزالي الشافعي المذهب، ولا حرج في هذا. قال وهذه الأخبار، هذا كلام من؟ ابن قدامة. وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين، لم يدفعها أحد من السلف والخلف، يعني ما في أحد قال والله هذه غير ثابتة غير صحيحة لا يحتج بها لا تقبل، وهي وإن لم يتواتر أحدها، يعني كل رواية من هذه الروايات ليست متواترة، حصل لنا بمجموعها العلم الضروري. إيش معنى العلم الضروري؟ يعني الذي لا يحتاج إلى استدلال، العلم منه ما هو ضروري ومنه ما هو مكتسب استدلالي. العلم الضروري مثل إذا واحد يعني وضع يده على شيء حار فأحس بالحرارة، الأخ احترقت إيدي، شو الدليل؟ إيش الدليل؟ أنا حسيت بالحرارة، إيش الدليل؟ وأنا أحس بالجوع، قال أنا جائع، أنا له شو الدليل؟ ما الدليل؟ فهذه يقال عنها إيش؟ علم ضروري، يعني لا يحتاج إلى مقدمة حتى نصل إلى نتيجة. أما العلم الاستدلالي نحتاج إلى مقدمات لنصل إلى نتيجة. نعم، قال حصل لنا بمجموعها العلم الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن الخطأ، وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي رضي الله عنه وسخاء حاتم. هل جاء في هذه أحاديث متواترة؟ لكن بمجموعها أفادتنا ذلك، وعلم عائشة رضي الله عنها، وإن لم يكن أحد الأخبار فيها متواترة بل يجوز على كل واحد منها الكذب لو جردنا النظر إليها، ولا يجوز على المجموع. الحديث المتواتر إيش قلنا؟ الذي يستحيل تواطؤ رواته على الكذب. ويشبه ذلك ما يحصل فيه العلم بمجموع قرائن آحاد بها، يعني يحصل عندنا إيش عدة حوادث، حادثة وحادثة وحادثة، يصير عندنا علم ضروري بهذه الحادثة. النبي عليه الصلاة والسلام نعم نقل إلينا أنه نبع الماء من بين أصابعه، كثر الماء بوضع يده فيه، ليس هناك حادثة واحدة نقلت إلينا عن طريق التواتر، لكن هناك حوادث كثيرة نقلت إلينا فصار عندنا إيش علم بهذه القضية، لا ينفك عن الاحتمال ويحصل بمجموعها العلم الضروري. وقال أيضا ابن قدامة ومن وجه آخر إن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع، الصحابة والتابعون، ولا يظهر فيه أحد ولا يظهر فيه أحد خلافا، ويستحيل في مضطرد العادة ومستقرها توافق الأمم في أعصار مضطردة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته، يعني عقلا
يستحيل أن أمه في عصر من العصور اتفقت على أمر من الأمور ويكون هذا الأمر غير صحيح، مع اختلاف الطباع وتباين المذاهب في الرد والقبول. وقال القرافي، نعم القرافي أيضا في كتابه شرح تنقيح الفصول، تنقيح الفصول عبارة أيضا عن اختصار لكتاب المحصول حتى يعني يترجح عندنا أن الشافعية هم الأصل في علم الأصول. المحصول للرازي اختصره من؟ القرافي اختصره، سماه تنقيح الفصول ثم شرحه. يقول القرافي بعد ذكره للآيات والحديث وبيان الاحتجاج بها في كتابه شرح تنقيح الفصول: والعمدة الكبرى أن كل نص من هذه النصوص مضموم للاستقراء التام من نصوص القرآن والسنة وأحوال الصحابة. يعني إيش؟ نرجع إلى القرآن أعطانا دلائل، نرجع إلى السنة أعطتنا إيش؟ دلائل، نرجع إلى عمل الصحابة أيضا نأخذ منها دلائل، كلها يجتمع بعضها ليفيد أن الإجماع حجة يجب العمل بها، وذلك يفيد القطع عند المطلع عليه، وأن هذه الأمة معصومة عن الخطأ، وأن الحق لا يفوتها فيما بينته شرعا. ما بينه علماء هذه الأمة واتفقوا عليه لا يفوته الحق، فالحق واجب الاتباع، فقولهم واجب الاتباع. اتفقنا أنه ما نطول عليكم اليوم، لكن لسعفة الدائمة هي نحكي هذه الفقرة. الحق هو الجامع، الفكرة ما هي الفكرة التي يعني يريد الكاتب أن يذكرها هنا؟ أنه ما هو موضوع والله فلان وافق فلان وفلان يوافق فلان، لأن المراد بالإجماع إخواننا الكرام قد يكون عالم في دمشق وعالم في مصر وعالم في الهند وعالم في إنجلترا، تبعنا كل واحد منهم اجتهد وأبدى رأيه في الحادثة وكان نفس الرأي الذي قاله فلان والذي قاله فلان والذي قاله فلان. إذن هل كان هذا الإجماع عبارة عن موافقة للآخرين، أم أن هذا الإجماع عبارة عن الحق الذي وقع في نفوس هؤلاء الناس؟ إذن الحقيقة أن الحق هو الذي جمع هؤلاء وليس مجاملة إيش بعضهم بعضا. هذه الفكرة هنا أقول: ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث وتلك الآثار أن الحكم الذي اتفقت عليه آراء المجتهدين في الأمة الإسلامية هو في الحقيقة حكم الأمة ممثلة في مجتهديها، فهو اتفاق معصوم عن الخطأ ويستحيل فيه الضلال، وبالتالي هو أمر حسن عند الله تعالى، وما هو حسن عند الله تعالى فهو حجة واجبة الاتباع. ويولد هذا الاستدلال من الأحاديث والآثار أن اتفاق هؤلاء المجتهدين على حكم واحد في الواقعة رغم اختلاف وجهات نظرهم، كل واحد في له وجهات نظر تختلف عن الآخر ومع ذلك اتفقوا في هذه القضية، وتباين البيئات المحيطة بهم، واحد في الهند واحد في الصين وواحد في المغرب وواحد في إفريقيا، نعم، وتوفر الدواعي على اختلافهم. يعني كل إنسان من شأنه أن يتعصب لرأيه وأن يتشدد في إثبات قوله، إذن هذا معنى توفر الدواعي على اختلافهم، ومع ذلك كان قولهم متفقا أو كان فعلهم متفقا أو كان قضاؤهم متفقا. إذن دليل على أن وحدة الحق والصواب هي التي قاربت وجهات نظرهم وغلبت عوامل اختلافهم، فاتفقوا على رأي واحد واجتمعت كلمتهم عليه. لأنه أنا يعني أردت أن أبين هنا أنه قد نتصور أنه الإجماع اجتمعوا العلماء اجتمعوا في مكان واحد وتداولوا القضية ثم خرجوا برأي، لا ليس هذا هو المراد، لا، إنما كل واحد منهم في بلده في منطقته في محيطه حكم في هذه القضية، جمعنا هذه الأقوال بلغتنا هذه الأقوال وجدناها متفقة على حكم واحد. إذن الذي جمعهم ما هو؟ هو الحق والصواب الذي ألقاه الله تعالى في نفوسهم، والحمد لله رب العالمين.